وللتعليق على خبر إطلاق القضاء في العراق، صرح المتهمين بتنفيذ مجزرة مسجد مصعب بن عمير في ديالى. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة أنتاليا التركية أستاذ القانون الدكتور عامر الدليمي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا بكم قناة الرافدين في أنتاليا. دكتور، إلى ما استند القضاء في العراق في إطلاق سراح المدانين بجريمة مجزرة مسجد مصعب بن عمير؟ نعم، نحن نعرف جيدا أن القضاء العراقي قضاء مسيس ومسيطر عليه من قبل الميليشيات الطائفية والأحزاب السياسية المؤسسة لإيران، وهذا باعتراف منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة الانتربول الدولية من إعدام القانون والمساواة في العراق. وهذا الهجوم على مسجد مصعب بن عمير في ديالى الذي أصاب مدنيين سلميين يعتبر جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الإنسانية، وهذه الجريمة تستوجب مساءلة قانونية وفقا للمادة 5 والمادة 6 والمادة 7 من قانون المحكمة الجنائية الدولية، والتي هذه المادة تنص على مساءلة وعقوبة كل من اشترك أو نفذ أو خطط في هذه الجريمة، كما أنها هذه الجريمة هي انتهاك للقانون الدولي الإنساني وفقا للمادة 57 من البروتوكول الأول لعام 1949 من معاهدة جنيف. نعم، لكن دكتور، إلى أي مدى استند قرار المحكمة إلى دوافع طائفية لكي يقرر إطلاق سراح المدانين في الميليشيات الذين ارتكبوا جريمة في وضاح النهار ضد مصلين عزل؟ نعم، النظام في العراق محكوم بسياسة وسيطرة الميليشيات في كل مفاصل مؤسسات الدولة العراقية وبدافع طائفي، حتى أن المحاكم في العراق وقراراتها تخضع لهذه الميليشيات، ومن لم ينفذ أوامر الميليشيات وتوجهاتها وإملاءاتها على القضاء فإن القضاة الذين يرفضون هذه التوجهات أو الذين يصدرون قراراتهم ضد القانون يتعرضون إلى تصفية جسدية، وهناك عدد كبير من أخواننا القضاة تعرضوا إلى القتل من قبل الميليشيات الطائفية. لذلك نرى أن القضاة يخضعون الميليشيات، إضافة إلى أن أغلب القضاة في المحاكم يخضعون لتقييم طائفي وليس لتقييم على أساس العدالة وتطبيق القانون والمساواة وتحقيق الحقوق. فهم أيضا هؤلاء الطائفين من الحكام من القضاة يخضعون لأوامر الميليشيات. وأريد أضيف معلومة إلى هذا الموضوع، وهي معلومة مهمة، أنه الميليشيات الطائفية في العراق من خلال قيامها بالتصفية والقتل وتجديف البساتين والمزارع وهدم الدور تريد تأمين خط إيران ديالى بغداد كخط استراتيجي جغرافي تسود الطائفية والمذهب الطائفي. دكتور، ما مدى إمكانية استئناف هذا القرار الصادر من المحكمة بإطلاق سراح المدانين؟ طبعا أي محاكم عندما تريد أن تستمر بالإجراءات القانونية هناك تحقيق، هناك استجواب وهناك تحقيق وهناك محكمة ثم إصدار قانوني بالإدانة أو البراءة. ويمكن في حالة إصدار قرار مثلا بالإدانة بالتجريم إلى آخره يمكن لذوي النهاية الاستئناف أو التمييز إلى محكمة التمييز العليا، ولكن يجب أن يكون هذا التمييز أو الاستئناف بعد صدور القرار بشهر، تكون هناك مدة محددة للاعتراض على القرارات بحق المدانين. أما إذا ظهرت أدلة أخرى يمكن عرض الموضوع على المحكمة لإعادة النظر بالدعوة. إذن كان لابد على ذوي الضحايا الاستئناف خلال المدة القانونية وهي 30 يوم بعد صدور الحكم على المدانين، وليس بعد إكمال أو تنفيذ الحكم. إذن ممكن
أن يستأنفون خلال المدة القانونية التي حددها القانون وهي 30 يوم بعد صدور القرار وليس بعد أنه تنفيذ الحكم وإلى آخره. بعد إطلاق القضاء صار هؤلاء المدانين، هل يمكن اللجوء لنفس هذا القضاء لإنصاف الضحايا؟ أنا ستي العزيزة كما قلت أن القضاء العراقي قضاء مسيس، وأستطيع أن أقول أنه قضاؤنا بدون قضاء أو بلا قضاء يستند إلى إنصاف المظلوم وأيضا مساءلة الظالم والاقتصاص منه، وبالتالي أن القضاء هو فاقد للعدالة وللإنسانية. ثم هناك مثل أخر كما أشرت إلى تأثير الميليشيات عليه، وبشهادة منظمات حقوق الإنسان في العراق ومنظمات حقوقية قانونية وعالمية بأن القضاء العراقي قضاء غير عادل. شكرا جزيلا لكم دكتور عامر دليمي أستاذ القانون، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة أنتاليا التركية.